نعم بعدم إقصاء الآخرين. كانوا يقولون ديال هذا الحزب مثلا المسلمين مثلا تقاس معه ونحن ما نشاركوش معه، وهذا شيء مهم جدا باش الإنسان عنده مسؤولية حزبية ويجي يشارك معك في حزب آخر، الإنسان خصو الإنسان يقدرو خصو يحييه. إذا حنا داخل حزب الإسماعيل ما كنفرقوش ما بين الحزب والجمعيات، دائما تنسقوا مع الجمعيات وتشتغلوا معهم، والدليل هو الجمعية. هذا النوع في حد ذاته، لأن لولا العمل المجهود ديال الجمعيات ما غاديش نديروها بوحدنا. إذا نتمناو هذا العمل يبقى مستمر وحنا تنصبروا. بالنسبة حنا كحزب ما كنشتغلوش في دار البيضاء والحرمة، هذه ربما تقريبا أول لواء للحرمات البيضاء، وهذه آخر لواء غادي تشوفها في الرباط. واللي مقرر هو صويرة الأستاذة بلغتي اللي هي مسؤولة على مغرب. أنا عرض عند 22 دابا كنضربوها باش تأخرنا واحد الأسبوع باش نسترعوا شوية. إذا وبكل ما ومن ثم غادي ننطلقوا في الجهات الأخرى، وهي سنتين راه كنا في العيون في رمضان، حتى رمضان ما تيغمناش، لأن هنا غادي في السلسلة ديال الأشغال ديالنا خارج الدار البيضاء وخارج الرباط، وما كنخليوهم يمشيو للأقصى قبيلة بزربوعة. هذا مسألة من ناحية. الناحية الثانية أنا كنظن هذا النموذج التنموي اللي بغينا من خلال كلمة مداخلة الإخوان، من خلال وصف صاحب الجلالة الفشل النموذج النموي، كنعتقد أنه خصو يكون واحد يتفتح واحد مشاورة موسعة مع جميع المواطنين ومع جميع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، على غرار النقاش اللي يتفتح عندما تعلق الأمر بالدستور، لأنه النموذج النموي لا يقل أهمية عن الدستور في حد ذاته. حنا كنقترحوا باش يتحل حوار وطني مسؤول، حل الحوار اللي تحل عندما تعلق الامر بالدستور، لان كل واحد يعطي رايه، لان هذا مستقبل البلاد. نتمنى ان الاخوان الاحزاب الاخرى والفعاليات ديال المجتمع تستجد هذه الفكره، ونطالبوا على انه في الحوار كالحوار الذي فتحناه عندما تعلق الامر بالدستور. بهذه الطريقة يمكن المغربي كيفما كان كيعطي رأيه، إما عن طريق جمعية، إما عن طريق حزب، إما عن طريق نقابة، أو عن طريق أي جهاز منظم يسعى إلى تنظيم المواطنين، لأن هذا يهم الجميع. مهما قلنا إحنا ولا قالوا أحزاب أو شخصيات محايدة، لا نعطي رأيا شاملا، ولكن إذا تعطاو الناس كاملين آراء شاملة يمكن تكون واحد الصياغة منظومة أو منظومة لهذا النموذج، واللي غادي نمشي ندافع عليه كامل. هذا في نظرنا الحل اللي تنشوفه. فعلا حنا كاين جوج الحوايج كنحاربوها، كنحاربو الليبراليات المتوحشة، هذه راه إخوان راه هما قالوها ب في خطابهم بشكل او باخر، في الوقت اللي الاستاذه كتقول المشاهير الكبرى، هذيك هي الليبرال المتوحشه. واحد ياكل واحد يشوف فيه. الليبرال المتوحشه كنتكلموا اش عندك اش سوا، هذا حنا كنحاربوها، وهي نوع من التطرف. حنا كنحاربوا التطرف، راه التطرف في الدين والتطرف في الفلوس راه بحال عندنا، وراء التطرف في الماكلة عاوتاني إلا جلستي كتاكل واحد عندي واحد الحاولي تشوى وانت ما فيك الجوع، راه التطرف هذا. إذا التطرف أينما كان، وهذه الليبرالية المتوحشة حنا ضدها وكنحاربوها. وكاين آفة الآفات اللي هي
أفة الأفة اللي هي تعيشها بلادنا هي الريع والفساد الإداري واستغلال النفوذ والشواء والفساد. هذا كونسير ما يخلي لك لا 800 بشرية، ما يخلي لك لا 800 اجتماعية، ما يخلي حتى شي حاجة. إلا كان الريع السياسي خصو يتحيد، الريع الإداري خصو يتحيد، كان الفساد السياسي خصو يتحيد، إذا كانوا أحزاب فاسدة خصها تتحاسب، إذا كانوا شخصيات فاسدة خصها تتحاسب، إذا كانت الإدارة خصها تنظم وخصها تتحاسب. هذا ورش داخل في التنمية اللي بغينا. بلا هادشي ما كاينلاش ندوروا على التنمية، لأن في الوقت اللي كانت التنمية تعطات التنمية البشرية راه تصرفات الملايير. ونسألوا بعد هاد الملايير فين مشات؟ حصيلة. حصيلة فين مشات؟ وشكون اللي صرفها؟ وشكون اللي خداها؟ وشنا هو المقابل؟ راه ما يمكنناش نديروا شي حاجة إلا ما صفيناش. خصنا نبداو نصفيو. نصفيو. نديروا الساس عاد نبداو. راه ما يمكنش نبنيو على الردم. واش عمركم شي واحد كيبني على الردم؟ ما يمكنش نبنيو على الردم. ضروري ماهيش. عملية جراحية ضرورية. ولذلك أنا كنأكد على أنه ما قضية ديال الأحزاب، الأحزاب كما تنعرفوا الوضعية ديالها، المشهد الحزبي راه تقسم في 2002 بقانون الانتخابات، وتقسم وتوزعوا الأحزاب بناء على الأصوات التي حصلوا عليها في انتخابات المزورة في 1979، جبدوا اللائحة الانتخابات المزورة وقسموا الاحزاب، انت جبتي الاصوات جبتي المقاعد، بس ندير هذاك الشيء كانوا كلهم زور، علاش غادير على يد النبي؟ ومشى عليه هذا الشيء 2002 وها النتائج ديالو، وراه انتخابات 2021 غادي يكون كلام اخر، الا ما وقعش تعديل هذا ماشي موضوع، حنا راه تنطلبوا من ضمن المسائل اللي تنطلبوا هي تعديل القوانين الانتخابيه وقانون الاحزاب، هذا مشكل خارج على هذا الموضوع.